وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم إلى العاصمة بلغراد في زيارة عمل لجمهورية صربيا الصديقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار نيكولا تيسلا في العاصمة بلغراد فخامة إلكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا وعدد من المسؤولين الصربيين. ويرافق سموه خلال هذه الزيارة وفد يضم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وعدد من المسؤولين الحكوميين. وبحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع فخامة إلكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصربي اليوم في العاصمة بلغراد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. ورحب الرئيس الصربي بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. وأكد سموه أن العلاقات بين البلدين الصديقين راسخة وتتسم بالتعاون الوثيق في العديد من المجالات، وتجمع البلدين أرضية مشتركة للتوجهات والرؤى. وتطرق اللقاء إلى آليات دعم التعاون الاقتصادي وتطوير المشاريع التجارية والتنموية المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وأهمية البحث عن فرص استثمارية إضافية، وخصوصا أن البلدين يتمتعان بمقومات اقتصادية مهمة وبيئة استثمارية محفزة وموارد وإمكانيات متطورة.